مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، يسعدني في هذه اللحظات ان يكون معي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. كابتن سيد، يعني بقول لك تعليقك على قرعه الانديه الافريقيه واولى المواجهات امام الترجي التونسي ومعك ايضا تاون شيب البتسواني وكمبالا سيتي الاوغندي. بص، الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن مواجهات حتى قوية في البداية بتلعب الترجي، الترجي اللي احنا غراب عليه ولا هم غريب عليه ولا هم غراب علينا، فاحنا عارفين بعد كويس جدا. لكن كمان نظرة بقية الفرق اللي في المجموعة، اذا كان كامبالا سيتي او فرق بتسوانا، هم فرق اقصى فرق صاحب التاريخ وصاحب التواجد في البطولة الافريقية، فالناس بص لهم بس ان هم لهم تواجد ضعيف في دوري المجموعات الخاص بدوري الابطال افريقيا، لكن هم كمان لما تبص لهم رقميا هم اقصى فرق، والا ما كانوش وصلوا لهنا. أقصى فرق صاحب التاريخ وصاحب التواجد يعني، فلابد التعامل بمنتهى الحرص، لابد التعامل بمنتهى الجديه، لابد التعامل بمنتهى التركيز. كل اللي اقدر اقوله ان احنا عندنا شغل لابد نحضر له ونستعد له كويس قوي باذن الله، ويبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. عندك مباراتين قبل كاس العالم، المباراه الاولى في القاهره مع الترجي ثم المباراه الاخرى في اوغندا بعدها ب 10 ايام. ترتيب المباريات يا كابتن سيد بالنسبه للاهلي ومباراتين خلال شهر مايو، يعني اقل من حوالي شهر ونص. زي ما انت قلت يعني انت بتحضر بشكل كويس دلوقتي للاستعداد للمباراتين دول، لكن كل مرحله لها ظروفها وليها اهدافها. خلينا ننتظر ونشتغل بشكل كويس، وايا كان الترتيب اللي جاي بقى، خلاص ده هتقابل الترجي وبعدين كامبالا خارج الديار يعني، لكن مهم قوي ان شاء الله الرحمن ان احنا نتعامل معاهم بشكل كويس، ومهم قوي ان احنا ناخد اكبر حصيله من النقاط في المباراتين دول قبل ما عمليه التوقف يعني. خلاف المجموعه الاولى، عايز اعرف تعليقك برضو على المجموعات الاخرى، المجموعه الثانيه والثالثه والرابعه، والثانيه تحديدا لان هي هتبقى اقرب لنا في الادوار اللي بعد كده. خلينا نتكلم في اللي يخصنا يعني. خلينا في اللي يخصنا. لا يعني خلينا نتكلم في اللي يخصنا ان شاء الله الرحمن، وبعد كده زي ما انت شفت التاريخ بيقول لنا حاجات كتير قوي قوي. لو اللي يقرا تاريخ او يعرف تاريخ او يتكلم في التاريخ يعرف كويس جدا ان كل مرحله بيبقى لها ظروفها الخاصه، وكل مرحله بيبقى لها احداثها الخاصه، اللي ممكن تبقى سهله جدا جدا في البدايات وتصعب جدا في الاخر، او العكس تبقى صعبه جدا في الاول وتسهل في الاخر يعني. تستطيع قيد او اضافه عدد من اللاعبين قبل اولى مباراه امام الترجي التونسي بالنسبه للائحه الخاصه بالاتحاد الافريقي؟ بس بشرط ان هم يكونوا مقيدين اصلا. كلمه اخيره. يا رب نكون موفقين ان شاء الله الرحمن. كل اللي اقدر اقول لك مره ثانيه وثالثه وعشره يعني عندنا شغل، وان شاء الله الرحمن نحضر له كويس.